طبيب أصالة النفسي يكشف تفاصيل حالتها، الصدمة أفقدتها التوازن. أصالة نصري بعد مرورها بأزمة سور طريقها طريق العريان مع الموديل نيكول صعفان، والتي اعتبرت أصالة ظهورهما معا معيب في حقها، وقد فسر الطبيب النفسي للفنانة أصالة تفاصيل الحالة التي تعيشها، كما طلب مساندة الجمهور. مصطفى النحاس الطبيب النفسي للفنانة أصالة سعى للكشف عن المعاناة التي تعيشها الفنانة السورية بسبب ما مرت به خلال الفترة الماضية، وذلك عبر رسالة كتبها على صفحته الرسمية على فيسبوك، وأكد أن كل شخص توجه إليه طعنة من مقربين قد يتسبب له ذلك في صدمة تجعله يفقد توازنه وتفكيره. وطلب مصطفى النحاس عدم إصدار الأحكام على أصالة في ظل هذه الأزمة التي تمر بها، لأن هناك العديد من التفاصيل المسكوت عنها والتي لم يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام حتى الآن. فقال: كل اللي جرب طعنة من المقربين واختبر ألم الغدر يقدر يدرك قد ايه الصدمة ممكن تفقدنا التوازن وتهدنا وتشل تفكيرنا. وقبل ما نتطوع بإصدار الأحكام والتنظير، خلينا فاكرين ان القصة ليها فصول كتير مسكوت عنها وما ظهرتش للعلن. مصطفى النحاس أشار كذلك إلى أن أصالة دوما تشارك جمهورها ومحبيها كافة ما يمرون به من خلال صوتها، مؤكدا أن أصالة هي رمزا لمحبيها، واعتبرها كذلك صديقة وشريكة نجاح بالنسبة له. وتمنى مصطفى النحاس أن تستطيع أصالة عبور هذه الأزمة التي تعيشها، فكتب: أصالة بتمتعنا بصوتها وروحها ووجودها من سنين، عشنا بصوتها أحلى قصص وأشد انكسارتنا عبرت عنها بصوت، ورجعنا نقف تاني من جديد وإحنا متلامسين مع صدق تعبيرها وجمال صوتها. هي رمز الناس كتير بتحبها وبتتعلم منها الحب والوفاء، روح نقية ونفس طيبة بتحتضن الكل، بتشتغل على نفسها بكل اجتهاد وتشحن طاقة كل اللي حواليها. وأضاف مصطفى النحاس: هي أختي وصديقتي وشريكة نجاح، الله يحفظك ويهون عليك الصعب وتعدي المحنة على خير، ويا رب وجودنا حواليك يكون مسكن لجرحك اللي عارف هو قد ايه عميق ومؤلم. ورغم اني قوية ببقى في كل حاجة محتاجالة. أصالة نصري ردت على الظهور الأول لطليقها طارق العريان مع حبيبة الموديل نيكول صعفان بشكل علني عبر حسابها انستجرام، حيث أوضحت مدى الصدمة والألم الذي تعيشه بسبب هذا الظهور وتأثيره عليها منذ اللحظة الأولى لمشاهدتها الصورة التي تم تداولها لطارق العريان ونيكول صعفان في احتفالات رأس السنة، والتي اعتبرتها أصعب وأقسى لقطة شهدتها من بداية قصتها إلى اليوم، قائلة بأنها لم تصدق تصرف طليقها بهذا الشكل، وقد تعاطف مع الفنانة السورية العديد من النجوم وكذلك ابنتها شام التي طلبت من طارق العريان التوقف عن التسبب في الألم لوالدتها.